عندي حتى علاقه بداك الشيء اللي طرا. انا اصلا غير هزو لي فوتو ديالي وحطوهم مع هذيك، يعني انا كتبار كما بيا معليا عشان كنلقى راسي ونصف كاع لي باج. وكاين بعض الجرائد الالكترونيه اللي لاحت الخبر وخا هو خبر مزيف، ولكن من بعد دارت لي واحد الاعتذار. ومن هنا انا ما جيتش كنهضر على قبل الشهره، انا جيت باش نصف راسي لان لا علاقه لي مع هذيك البنت. وكنتمنى ان الاشخاص اللي كيستعملوا الفيسبوك يحضروا راسهم، والناس اللي كيلوحوا الهضره بلا ما يكونوا متاكدين منها هذا الخبر ولو تاكدوا من الخبر ولا رجعوا لصاحب الحقيقي وهضروا معاه سولوا بعدا عرفوا شنو كاين. يعني يقدر بحال دابا اليوم انا طحت في هذا المشكل، الغد يعني نقدر نطلع لواحد اخرى. مطلوب ماشي انا شي مشكل كبير بزاف، ولكن شي واحده اخرى. يعني حنا كنا في فيسبوك نستعملوه كخوت، حنا اخوه. يعني هذا اللي لاحظ هذا الابليكاسيون، يعني انت عندك اختك عندك بنت خالتك، يعني كيف ما درتي معايا انت هذا الشيء اليوم، يعني غدا بعد غدا غيطرى لاختك ولا بنتك من طرف شي حد اخر.